وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة السيدة مرام المحميد، مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. سيدة مرام، بداية نرحب بك، وهل لك أن تطلعينا على فكرة أو مبادرة إيمول وما الذي تهدف إليه؟ السلام عليكم، شكرا لكم للاستضافة. المجمع الإلكتروني mall.ph هو المجمع التجاري الإلكتروني الأول في مملكة البحرين، واللي يضم أعمال التجارة الإلكترونية المسجلة في المملكة. طبعا تأتي مبادرة المجمع الإلكتروني mall.ph، وهي أحد المبادرات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية اللي عدتها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والهدف منها دعم التجارة الإلكترونية في مملكة البحرين وتعزيز الثقة في التعامل مع ممارسي التجارة الإلكترونية المحليين، تعريف بهم وتشجيع المستهلكين على التعامل معهم. تهدف بشكل عام هذه المبادرة لتشجيع قطاع التجارة على التحول الرقمي والاستعداد التام للاقتصاد الرقمي المتطلبات. نعم. سيدة مرام، ما هي التوقعات التي ترسمونها كوزارة لهذه المبادرة المبتكرة؟ تتيح هذه المبادرة وتتيح هذه المنصة المجال لجميع أعمال التجارة الإلكترونية المسجلة في المملكة بالاشتراك ضمن الفئة المناسبة اللي يختارها صاحب العمل، واللي بتساهم بالتالي في تعزيز الثقة وانتشار أعمال التجارة الإلكترونية البحرينية، تقليص الفجوة بين أصحاب أعمال التجارة الإلكترونية والمستهلكين. كما تتيح لأصحاب الأعمال المسجلين في مملكة البحرين بالربط مع مزودي خدمات التجارة الإلكترونية مثل إنشاء متاجر إلكترونية أو منصات إلكترونية. نعم. سيدة مرام، ربما يحسب لكم كوزارة أنكم في هذه الظروف الاستثنائية وهذه الأوضاع التي نعيشها بادرتم إلى فكرة مبتكرة تواكب ما نعيشه من تحديات، وهذا شيء جدا ممتاز. هل هناك مبادرات مستقبلية تعملون عليها في مجال التجارة الإلكترونية؟ نعم، تعمل الوزارة من خلال استراتيجية للتجارة الإلكترونية، والهدف منها هو خلق بيئة متكاملة للتجارة الإلكترونية من خلال تنفيذ مجموعة من المبادرات. الهدف منها طبعا هو تمكين الوزارة من القيام بدورها اللي تطمح له، وهو تنظيم وتعزيز التجارة الإلكترونية في مملكة البحرين. نعم. إذن السيدة مرام المحميد، مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.